نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يكون أحفظ للقرآن وأقرأ لكتاب الله أنه أحق بالقرب من الإمام؟ وإن كان هذا صحيحا فهل يجوز حجز المكان له في الصف؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فيقرب من الإمام أولو الأحلام العقول والنهى وحفظة القرآن، من أجل إذا أغلق عليه يردون عليه، من أجل إذا اعتراه شيء ويخلف من يصلي بدله من هم وراءه، فيكون طلبة العلم والعلماء خلف الإمام. لكن ليس معنى هذا أنه يحمالهم مكان أو أنهم يتأخرون، متى ما جاءوا يصيرون وراء الإمام، لا، معناه الحث على أنهم يتقدمون، الحث على أنهم يتقدمون ويكونون وراء الإمام في الصف الأول. نعم.